السلام عليكم اخوان، مرحبا بكم معنا. الناس اللي كيقولوا لنا العجله السابيه ولا الجزله هذه نسولوا عليها، نعرفوا الاسم، هنا طاليانيه. كي داير الفح؟ عطينا 375، 18705. عطينا 375، مولاك يقول 390. طاليانية مليحة راسو داك الشيء. بعدك زيتني زينة ما شاء الله ديال أخويا سعيد. عندك عندك الشر عجلة زينة طاليانية راس أبيض. تبارك الله، الله ما يسهل. نمشيو نشوفو الفيديو. عطينا يا إخوان سير تحرك. سهل كدير بخير. ايوا الشرقي والبلجيكيات والله ما عرف شحال نسولي هو شحال دابا نسول سعيد ونخلي له الرقم اللي بغى شي حاجه. ما تصورنيش انا دا الشرقي راك صح ما نبينش صح. ناخذ الثمن ديال الثلاثة عاد دير الجوج. سعيد عطينا اسمينا سعيد خويا. سيرة نبداو بهاد الجوجات زينات ملاحات تبارك الله ما شاء الله. شحال؟ الثمن اخويا دابا 390. سلعة غالية. السلام عليكم. وعليكم السلام. 390 394. هذا هو اخويا سعيد. عطنا فيها 72 وهذيك عطنا فيها 92. 372 392 يعني 18 93 مليون 393. ويسر والو ولا تعرف مزيان تحزم مزيان. والله يسر تخلي الرقم سعيد ولا بلا شي باش طوب. يلا الله يسخر. الله جبتي سير سعيد خويا. اسلمي على الوالد الله يعافيك. دير مزيان كسابية هذه ديال كسيبة ولا لا ديال كسيبة تبقى بقرة ولا تمشي للتاك الزاري؟ لا تبقى بقرة. تبقى بقرة شحال؟ 330. 16500 واصل العام ياك فايت عام عندك راه كتلعب. الله يسخر. ندير لكم الاخوان شي واحد يدير الجزارية ونسولو الدراري اللي باقين شادين واخا غيكونوا شوية مدايرين. والله يسخر الله جبتي سير. ديال الكسيبة اللهم يسلم. كروازية هولشتاين اش اش تلقاو معاه؟ مليون وسبعين. مليون؟ سبعين. مليون وسبعين 13500 زوين. والله يجيب لها شي مرضي. الله يسهل عليك. الله يسهل. مليون
70 13500 ولاو تيعياو الاخوه البهايم كما قلت لكم السوق تيعمر ولاو تيعي مليحه جمال كاينه الكاليتي عظيمه نعاودو الهضره اثمنه جمال شنو عاطينك عطينا شنو عاطين ولا اللي طالب عطاونا فيهم 336 جوجات هذيك 336 هذيك 336 ايه هذه عطاوني فيها 326 هذه 16600 لا 16800 هذه 16300 شحال قطعتي ما جمال قلنا لهم غادي تعطينا فيهم 700 700 ما عطاوهاش لك زيد عطاوهاش لينا هذه قلنا لهم 40 ما عطاوهاش لينا هذيك 140 ما عطاوهاش تخلي لي من الرقم 06 06 22 22 43 43 44 44 24 24 عجلات زينات بلجيكيات دوريجين ان شاء الله زين والله يسخر جمال لا زينة ما نعودوش هضره جمال بلجيكيات دوريجين اللهم يجيك دوريجين ما نعودوش الله يسخر الله يجيك تيسر هذه الاخوان العجله الجزائريه راه قال لي كاين الثمن تبارك الله في العجله الجزائريه اليوم داز الثمن تقريبا شحال اللحم شحال طاحنا تاع العجله 19 ناخذ الثمن ديالها شحال انت لين هي مليون و60 ها مليون و60 مليون طالق علي اقول يا حقيقة ولا لا مليون وستة راه صغيرة راه عطينا 2000 ودير ربح ربح يلا سير على شحال 360 46 360 اكيد الثمن في الجزائر يا اخوان الناس اللي كيشريو اللحم راه عارف القضيه كبيره الله يسهل عليك فان ان شاء الله الله يجيب لها شي واحد اللي يعطيك الربح ديالك ويدي الله يسخر الزاري على العموم هذا معروف هادشي شدو عليها سيس الله يسهل عليك خويا الله يسهل عليك محمد بخير ولا امور هانيه الله يبارك فيك مليح عندك امان تبارك الله انت لين 16750 خزينة المعطي والله لا حتى البهايم ولاو كيصافوا عيان كيصافوا مساكن يهزوا رجلين كيفاش راه ما السوق فيه عمر بكري كيفاش راه بزاف تاع البكار راه من العشرة وما كيبان ليا كيبغي ينعس وي راه من العشرة كيدير السوق تاع العجلة اخويا المعطي باش تعطينا الخلاصة باش نختموا على المشاهدين ديالنا كاين الثمن الثمن كاين بالنسبة للخروج كتاب كيشري ولا شوية شوية لا شوية الكتاب شوية ما خارجش اليوم اليوم شوية الجزائري مازال خارج الجزائري قال لي 19 ما عرفتش واش بصح ما بين 19 ل 100 درهم هنا اليوم هنا ديال الضروبة الوسلم يا الوالد الله يحفظك اخويا المعطي اخوان تحياتي لكم كبيرة من هنا من سوق 16 الله يدير خير الله يسهل على الجميع تبارك الله عليكم خليو المعطي يمشي يبيع يشري يلا عانكم الله الى فيديو قادم تبارك الله ما شاء الله الضروبة كسابية هنا في سوق 16 مازال ما ختمناش بيت امور هانية ولا كلشي مزيان كلشي بلجيكي
أو أعطينا أسمينا أنا داومي 370 650 جوجة 3,500,000 ها؟ أم سعد 6,050,000 هذه 300 وشحال قلت هي؟ 370 18,500 ها قال لكم هذه بيان بس مرحبا بكم نسدوا له الله يحفظك السلعة خويا اعطينا شحال البلجيكية تاعك يا خويا 1,096,000 1,096,000 14,800 السوق قدروا غالي السوق ما خارجش مزيان لا ما انا خويا 96 هذه لا خويا في السير وسلم لي على صاحبك ولا اخوك صاحبي الله يسخر الله جبتي سيرة الدراري حيت تعلم وزيد وهادي هادي تجيك ياس اخر بيكم خليني نطلع زينة تخوص انا اعطينا الثمن مليون وتسعة وسبعين قول 14,000 درهم الوحدة وانت بغي تبيعهم ولا تكسب ان شاء الله تكسبهم او مازال غتزيد عن اي غتزيد شوية الحليب ولا صافي السكاليم ديال الحليب صافي السكاليم ديال مراج اي السكاليم ديال مراج غادي بشوية 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 الله يسهل عليك فيما خويا الله يجيب لك التيسير عجلات زينات ان شاء الله يليق المكتبه وتربح فيه ان شاء الله كنا بغينا نختموا قبيله الفيديو ما كتبش دابا عاد نختموه مع الصديق ديالنا المتتبع ديالنا الله يسهل ايوب من الجمعه ديال ولاد عبو الله يسهل عليك تبارك الله على خويا